مدير الشباب والرياضة سيد بريش، حللتم أهلا ونزلتم سهلا على طاقم سيلة هذا البيت العتيد في مدينة سيلة. أحيي الكلمة إلى سيد رئيس الفريق الجديد، تفضل. السلام عليكم سيد ولي، شكرا على الزيارة الذي يتأهل في هذه اللحظات، لحظة جميلة جدا. سيدي الوالي المحترم، هدية خاصة من رئيس الفريق، هدية متواضعة للسيد الوالي ولاية سيلة الطيار. بالنسبة للفريق المسيلة، يعني في الحقيقة هو عانى وضعية مالية متراكمة، وضعية صعبة اللي ولاتها عبر سنوات، هذا راجع إلى طريقة التسيير. وبالتالي يعني في العام السابق، في الموسم السابق، كان عندي لقاء مع المناصرين، باش يطلبون تقدموا لهم كل المسائل، يعني المساعده لمواصله يعني مشوار العمل تاعو والنشاط تاعو.
وكنا التزمنا قلنا لهم عن إعادة النظر في الطاقم، الطاقم الإداري، في طاقم تقني، يعني تسيير تاع الفريق باش نكونوا يعني في المستوى المطلوب. بالرغم من ذلك يعني قدمت له كل يعني الدعم من طرف مصالح مدير الشبيبه، السيد رئيس المجلس الشعبي المدني. احنا كنا ننتظروا باش يعني يطهر الوضعيه، يطهر الوضعيه مع المسيرين، وبالتالي ما كانتش يعني ما كناش هذه اللي خلات الفريق مره اخرى. الحمد لله يعني الفريق تم يعني تنقذ يعني في اخر المطاف. البدايه المسير الجديد يعني نشكره مره اخرى يعني، ودار يعني عنده الشجاعه التامه اللي قبل، وهذا يعني من الضمير تاعو، المحبه تاعو لوفاق مسيله، اللي عنده نيه بانه وفاق يعني عريق تاريخ وماضي عريق باش يوصل للمسيره. انا نقول له باللي لو كان عندنا لقاء مع السيد مدير الشبيبه والسيد رئيس بلديه كنا في الموضوع هذا، الطريقه نتاع التسيير تاعو راه تكون فيه اجراءات بالتنسيق مع السيد مدير الشبيبه والسيد رئيس من الشعب البلدي، باش نقدموا له كل المساعدات اللي لازمه باش ما نخلوهش باش يوصل المشوار تاعو، وباش ما نخلوهش ثاني يوصل موصل يعني وضعيه بقات الديون المتراكمه كما اشار يعني بعض المنسقين والمسيرين لاخر طاقم تاع التسيير. كل واحد اللي عنده وضعيه تثبت ذلك يقدمها للطاقم المسير الجديد، يقدمها له بصفه رسميه ولا لا سيد الرئيس، يقدمها بالاثباتات اللازمه، وبعد اللجنه المسيره راهي تعرف احقيه هذه الديون بالفعل اذا كان هناك احقيه. ونكون ان شاء الله مع السيد مدير الشبيبه ويزيد يطلع على الوضعيه هذه بالتفصيل مع السيد رئيس الشبيبه. وحنا انا قلت من النهار الاول منذ تعييني على راس الولايه، قلت الفريق هذا يضم يعني شباب المختلف يعني التدريبات على المستوى يعني الادوار، نقدم له اليوم والغدوه نقدم له المساعده، مش هذا كلام يعني، نقدم له المساعده. ولكن الطاقم المسير يجب يسير الامور تاعو في الاطر القانونيه، في الاطر الاجرائيه، وحنا رانا مساندينه، ما نخلوهش يطيح ان شاء الله، ما نخلوهش. انا في البدايه كان عندي لقاء مع السيد مدير الشبيبه تقريبا الاسبوع اللي فات، نقدم لهم كل الدعم، مش يطلبوا كل اللوازم اللي ضروري يقدمها. الحمد لله نم التكفل تاع باش ما بقاش المبلغ هذاك تاعهم، تكفلنا به مع عدد من الفرق، بوسعاده، برهو، دودون، هذه الفكات تكفلنا بها باش ما يخلوش الفريق يعني ما يبشرش يعني البطوله تاعو. الحمد لله راه يبشر ان شاء الله، كيشرفنا حتى في نص الطريق ربما تكون عندنا فرصه نجم نحضر مقابله من المقابلات، بصح يقدم لنا نجو مع الطاقم هذا، وشكرا.